السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغينا نهضروا على هشام الملولي. هشام الملولي هو واحد الشرطي مغربي سابق، كان بوليسي سابق. هذا السيد عنده تيكواندو، كيلعب تيكواندو، كيعمل الحديد، كيعمل شويش بوكس مره مره، كيعمل افلام قصيره، يوتيوبر، عنده انستغرام الى اخره، كباقي الشعب عادي. جاتو غيره، جاتو النفس، يعني نفسه حاره، جاتو غيره، خليك بغى يدافع على الناس المغاربه اللي دابزو مع ريكو وخسروا. ريكو هو واحد بطل عالمي، هو كيسكن في هولندا، هولندي الاصل. مزيان مزيان لحد الساعه، كلشي الامور مزيانه. السيد بغى يتحدى، قال لك رفع تحدي باش يدابز مع، ماشي مع مغربي، مع بطل العالمي اللي هو هولندي. مزيان. هشام اللولي يعرف معرفة، يعني كيعرف عين اليقين، كيعرف حق اليقين، ولا كيعرف مزيان شكون هو ريكو، عارف يعني. لا داعي حنايا نوريو له، ياك. مزيان. نغضوا الناس اخرين سيدي، مغاربه، واحد الدكاتره اخرين ناضوا كيطالبوا هشام الملولي دابز معاهم، كيقول لك حنايا كنتحداو هشام الملولي، الملولي ما كيعرفش حنا، هادي كدا طن طن طن. السيد رفع تحدي مع واحد السيد في الارض اخرى، في واحد البلاد اخرى، علاش؟ باش يرد الاعتبار للناس اللي خسروا معاه، الناس المغاربه اللي لعبوا مع ريكو خسروا. هاد السيد جا قال لك اسيدي عطوني انا فرصه، نقدر انا نربح، نقدر ما تعرفش، المهم عطوني انا فرصه، انا في نظري انني نغلب هاد السيد. وحقا راه السيد راه عنده ما يقول، يعني كيلعب كيجري، ماشي هود من الجبل ما عارفش شنو هو ريكو ولا غير. حنايا سبحان الله الديفو ديالنا في المغرب كامل، يعني ككل، ما كنشجعوش المواهب، ما كنحتقروا الذات ديالنا، كنحتقروا اي حاجه عندها علاقه بالبلاد ديالنا، سواء كانت لغه، سواء كانت جنسيه، سواء كانت اي حاجه، تقاليد، اي حاجه كنحتقروها. ما كنشجعوش الاخر، ما كنشجعوش المواهب. راه شحال من واحد غتلقى احسن من ميسي دابا، راه هو كيلعب في الجبل كذا، ولكن شكون كيشجع؟ شكون غيشجع؟ راه هو مسكين كيلعب بكره ديال البلاستيك، ولا تلقاه كيلعب قرعه ديال 5 لتر ديال الزيت، ولا تلقاه كيلعب بشي حاجه هايده، ولكن هو عنده مؤهلات، هو موهبه. شحال من واحد كتلقاه كيعرف يكتب، شحال من واحد كتعرف كيعرف يرسم، ولكن حنا ما كنشجعوش. شنو الفرق بيننا حنايا والدول الاخرين المتقدمه؟ يعني الفرق بيناتنا هو انهم يشجعون الفاشل حتى ينجح، وحنايا ديك الفاشل كنطيحوه، وديك الناجح كنحاول ناديوه، كنحاول نعملوا له العصا في الرويضه باش يوقف. ما كنشجعوش الناس الاخرين. اسيدي السيد رفع تحدي، علاش حنا ما نشجعوش؟ باش نشجع يعني حنايا عارفين شكون هو ريكو، كنعرفوا كل شيء. حتى هذا السيد اللي رفع تحدي هشام الملولي راه عارف ريكو، حتى هو عنده الناس ديالو يشجعوه، يقولوا له شوف الشريف راه ريكو كبير عليك، ولا هادي ولا هادي. هو عارف كل شيء، ولكن هو رفع تحدي، علاش ما نعطيوش فرصه؟ علاش ما نشجعوش؟ علاش حنا كنحتقروا الدوات ديالنا؟ علاش حنا عوض ننصحوا نقول له مزيان يا ريكو انت عارف كذا الى اخره، خصك التقنيات هذه هذا، راه ماشي السيد ماشي رفع تحدي يلا غدا غيبداو يا خو، راه رفع تحدي عندك واحد المده زمنيه يتريني فيها، يتعلم الى اخره، ماشي رفع التحدي السيمانه اللي ما جاي يلا ندابزو. راه هذا الشيء خصو الوقت. وخا رفع التحدي بغى يعمل مثلا، بغى يعمل المقابله مع هذا السيد، راه خصو الوقت، واحد 6 شهور الى اخره، خصو يتريني، خصو يتعلم، خصو هو متريني، ولكن خصو شي طرق اولا شي لعيبه، شي حاجه ضروري يتعلمها، حيتاش البوكسين ماشي هو التيكواندو، ماشي هو الاثقال، ماشي هو السيد. راه كما كيعاود هنايا، اذا قدرتوا تسمعوا بزاف ديال البطولات، خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، عندي 15 لقب ولا اكثر اللي عندي متفرقين، جوج منهم وطني، جوج منهم فردي، وشي 7 ولا 8 جماعي، وشي 4 فردي انترناسيونال، يعني بطل المغرب شي 8 ديال المرات مخلطه ما بين الفردي والجماعي وكاس العرش، زائد بطل انترناسيونال شي 4 ديال المرات في الكوب انترناسيونال ديال الكاراتي، يعني عندي ارقام. يعني الا كنتي ما شتينيش في الدومين ديال الكيك بوكسين، راه ما كيعنيش بانني صافي ما كنترينيش، كندير غير رياضه اخرى. يعني ماشي السيد هود من الجبل، ماشي السيد ما عارفش شنو هو البوكس، ولا السيد غيجا اكش 1 اكن 1، لا لا لا، السيد راه عنده، السيد راه عارف شنو كيقول، السيد حتى اذا شفتيه في الرياضه ديالو كذا عنده ما يقول. اسيدي بغض النظر حنايا نقدر نقولوا لا يغلبوا ريكو، ولا ريكو صحيح، لا ريكو طلع حياته كذا، راه كيجي واحد يعني عادي، راه ما بقاتش في الجسد ولا في الجسم ولا في غير. يقدر يكون، علاش؟ لماذا؟ يقدر يكون اذا شفتي الحركه ديال هشام الملولي، يقدر يكون هشام الملولي احسن من ريكو، ماشي بالضروره دائما كيقول لا هذا كذا الاستاذ هي كذا. يقدر يكون طالب، طالب انا قريت مع الطلبه والله العظيم اللي كيوقفوا الاساتذه، شكون هو الاستاذ كاع؟ اش غايكون استاذ؟
راه هذاك بشر هذا بشر. شحال من طالب والله الا والله العظيم الا كيقرا في الدار كيجتهد وكيمشي كيوقف الاستاذ في القسم في الجامعه كيعطيه السؤال كيبقى استاذ غير كيشوف. شحال من واحد ما بقاتش انه في المظهر كذا الى اخره، صافي ده بطل عالمي راه شي حاجه ما بقاتش. في الناس خصنا نشجعوهم، الناس خصنا عندنا واحد الموهبه نشجعوها، ما بقاتش من انا النقص لا انا ناخذ تحدي مع هشام. اه سيدي انت اذا كنت بطل بصح خذ تحدي مع ريكو وكون راجل يلا كيما عمل هذا السيد. ماشي انت السيد قدا واحد التحدي مع ريكو نقص انا، وحتى انا خصني انا خصني اه اعمل لك هيدا اعمل هيدا حتى انا خصني تحدي مع هشام ملون. شاد تبرهيش هاد ما فهمش هاد الناس العجب. ما عجبكمش الحال زعما ناض الملولي كيطالب تحدي مع السيد. هو بعد الاولى خصكم تفهموه، شوف الاولى هو رفع تحدي من اجل واحد السيد في بلد اخر الاولى، الثانيه بغى العالميه، الثالثه ما خداش تحدي مع اي شخص، خدا تحدي مع واحد الشخص اللي هو بطل عالمي يعني معروف، وثالثا بغى ينتقم من اجل الاخوه ديالو لرد الاعتبار الناس اللي خسروا معاه الناس المغاربه. انت ملي غدبز مع هشام الملولي ليه يا حبيبي ليه؟ شنو غتستافد؟ شنو الفائده اللي عندك؟ انت دبزتي مع هشام الملولي غلبتي، ومن بعد شنو قدمتي؟ ماذا قدمت؟ انت اذا كانت عندك الجرأه سيدي بطل عالمي ولا عندك ما شاء الله عليك سيدي مشي تحدى شي واحد يكون عالمي، تحدى اش غتحدى هشام الملولي؟ اذا كنت على حد قولك انا صراحه يعني كنشوف هشام الملولي عنده كامل المؤهلات يقدر يغلب لمالا، غير هو من قبل ما يلعب راه ضروري غيكون عنده واحد ترينادور كنقولوا حنايا المرشد، واحد المرشد اللي غيهيئو يعمل تمارين ويتدرب مزيان الى اخره، ونشجعوه نوقفوا معاه الى اخره، زيد سير كذا ماشي حنا النهار الاولاني نفشو لا هذاك صعيب لا كتبان، هذاك راه انسان وهذا انسان. انت واقيلا ما صراحه ما تفرجتوش في هشام الملولي الحركات ديالو كيفاش كان كذا، ما كتشوفوا ريكو كيصحاب ليكم هاي السميات. راه ميسي غنجيب شي واحد من الجبل يقدر، شحال من لاعب داز في التاريخ كذا ما كيبانش في الصوره، شحال من اللعابه ديال كيقولوا لهم لاعبين ديال الشوارع فين غيبان معاهم ميسي فين دازوا لعابه، ولكن الكاميرا ما كتبينهمش اولا ما كيشجعوهمش يطلعوا. ها هو السيد كيلعب في الجبوله راه هو كيلعب بقرعه 5 لتر كيما قلت ولا بلاستيك ولا لاعب واعر احسن من هاد اللعابه اللي عندنا في المنتخب المغربي، ولكن ما كيلقاش الدعم ما كيلقاش يعني ما كنشجعوش حنا ما كنعطيوش الفرصه. شحال من واحد يقدر تجبره مذيع واعر كذا احسن من المعلقين اللي عندنا في التلفازه، ولكن ما كيلقاش الدعم الله غالب. هذا هو الفرق بيننا وبين الناس الاخرين بين الدول المتقدمه. كما قلت نعاودها حنايا ما كنشجعوش، نحن نحتقر ذواتنا، نحن نحتقر حنايا كنحتقروا الناس ديالنا، كنحتقروا اللغه ديالنا، كنحتقروا الاصل ديالنا، كنحتقروا اي حاجه عندها العلاقه بينا حنايا دائما كنحتقروها، ما كنعطيوش الفرصه للاخر ما كنسمعوش، رغم ان الله سبحانه وتعالى عطاونا جوج الودنين. شوف الله سبحانه وتعالى عطى لينا جوج الودنين وواحد الفم باش نسمعوا مزيان نشوفوا كذا. قال لك سيدي عندك الراي ديالك انا اريد ان يسمع رايك. هاد السيد بغى حدا تحدي خصنا نشجعوه نحفزوه نوريوه نرشدوه فين النقص ديالو فين كاين، عمل هادي عمل هادي احنا معاك مزيان برافو كذا مغربي احنا معاك، علاش غايجينا احنا حسد؟ جاك الحسد سيدي خذ حتى انت تحدي مع ريكو، ماشي انت تاخذ تحدي مع خوك ابن بلديك و فين 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 اش هاد التبرهيش. السيد خدا تحدي مزيان الله يعاونو، نطلبوا معاه التيسير نوريو له فين عنده النقص، ولا انتم جاكم الحسد زعما لا السيد علاش خدا التحدي ولا كذا ولا آه لا كيفتش على العالميه كيفتش على البوز كيفتش اي آه يا سيدي كيفتش على العالميه ومن بعد اه كيفتش على العالميه حتى انا كنهضر عليه كنفتش على العالميه يلا زين كنفتشوا على البوز يلا ومن بعد السيد راه عادي خدا التحدي كذا ما تبرهيش وينقص واحد اخر يعمل لك هيدا انا ناخذ تحدي مع هشام من اش هذا التخربيق. وانت اذا كنت راجل بصح بطل خذ تحدي مع ريكو مباشره وخلي السيد عليك. السيد راه بغى ينتقم من اجل البلاد ديالو، بغى من اجل رفع او رد الاعتبار الناس ديال المغاربه الناس اللي سقطوا، هو خذ التحدي اسيدي، هو الحلم ديالو وصل العالميه، هو الحلم ديالو وصل واحد المرتبه مزيانه، هو السيد متريني راه كيتريني ماشي هو مجبل كما قلت ماشي جا اول مره ماشي عاد انت توري. دابا سبحان الله كاينين شي ناس بحال هادوك اللي كيجلسوا في القهوه ملي كتلعب بارسا ولا كيلعب مدريد كتشوف مثلا رونالدو كيلعب ولا ميسي كيقول اه عطيه
هو كيوريه لميسي شنو غيعمل، اولا هو كيوريه رونالدو شنو غيعمل، اضرب هكذا هكذا امشي اش غيلعب هاد ميسي. دابا السيد شوف السيد طالع مع الكره كذا غتجي توريه نفس الشيء اللي كيعملوا مع هاد السيد. انا لا اقول ما كنقولش انه هشام اللولي بطاله ولا صافي ما عرفش شنو كذا، ولكن صراحه عنده ما يقول. حنا خصنا نشجعوا، حنايا الواجب ديالنا هو نشجعوا بركه، حنايا خصنا نشجعوا حيتاش هو مؤهل، حيتاش هو عنده الكاريزما ديال داكشي، حيتاش هو متريني السيد عنده ما يقول. حنا اذا شجعنا حنا شويه التحفيز ديالنا مع هو شويه التدريب يجيب الله التيسير يقدر يتغلب عليه، لما لا؟ علاش حنا ما نعطيهوش فرصه؟ علاش ما نشجعوش الناس؟ حنايا لا كنطيحوا. شوف السيد دابا وقع واحد الصراع كبير مع هشام اللولي، هشام اللولي هكذا خلق الله ما يشاء، زعما الناس عوض يشجعوه يشوفوا ولاد بلادو كذا الى اخره، يقولوا زيد برافو تبارك الله عليك الى اخره. حنا كنطيحوا حشومه والله العظيم الا حشومه، نحتقر ذواتنا ونحتقر انفسنا ونحتقر اخواننا الى متى؟ الى متى نبقى حنايا نطيحوا بالاخر؟ الى متى نهمشوا بعضياتنا؟ الى متى حنايا ما ننتقد بعضنا البعض من اجل لا شيء؟ ماشي كتنتقد يعني ماشي حاجه، كطرح البديل. واحد السيد خدا تحدي معايا اخر، يا اخر كيجي يهرسو، لا خذ تحدي معايا كذا الى اخره، يلا عمل معاه، عمل معاه واحد التحدي في انزكال، مشى حتى لعندو قال له اجي ندابزو، قال له لا راه خصك تجي في الصباح ولا ما عرف شنو كاين تخربق. هادشي غير تخربق والله العظيم، لا تبرهيش. المهم خي هشام نحن معك الى الامام، تحياتي لك والله العظيم الا برافو ليك، خديتي التحدي حتى اذا ما ربحتيش والله العظيم الا برافو، زعما عملتيها درجال، عندك النفس ديال الرجال، تحياتي لك. واخا انا ما كنعرفكش، عمري تلاقيت بك، نشوفك في فيديوهات الى اخره، كطلع كنتفرج فيك، تبارك الله عليك، برافو عليك، الله يعاونك، تهلا بسلامه، الله يوفق. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم.